كلمة واحدة، إنه التفاح، إنه التفاح، إنه التفاح يونس محمود. سيف الجماهير، نعم يا يحيى علوان، نعم هذا هو التفاح، يجب استدعاءه، يجب أن لا يغيب عن هذه المباراة. كانت هناك أقاويل كثيرة أنه سيلعب للقاء الغرافة غدا، لكنه حضر من أجل العراق، حضر من أجل الأمري، حضر من أجل الجماهير، حضر من أجل الأهداف، وهو الهداف المميز. السفاح كرة باليمنى لا ترحم، كرة باليمنى لا ترحم، تضرب من حديد في الحقيقة لشباك المرمى. لاحظ الحكم الذي تألق وأعطى الاستمرارية في اللعب، ولاحظ الكرة الذكية. ثالث أهداف العراق في المباراة، ثالث أهداف.